لكيكة الفونفتي رح نحتاج لأربع حبات بيض، 3 معالق صغيرة فانيلا، كوب ونص سكر شعبان، 3/4 كوب زيت شعبان، كوب لبن و3 أكواب طحين، 2 صغار بيكنج باودر، 2 صغيرة بيكنج صودا ونص كوب سبرينكلز ملونة. هلا رح نبدأ بالكيكة، الكيكة كتير سهلة، رح نحط البيض. بس انت اليوم بدك تعملي نص الكمية، عشان احنا بالمقادير كان في عنا 4 بيضات، بس لا هلا رح نحط 2. مظبوط. عشان انا سألت السؤال، فأكيد انت بتكونوا زيي كمان عم تسألوا. هلا رح احط عليهم الفانيلا. اوكي. بعدين رح احط عليهم السكر. هي كتير بسيطة هاي، هي اصلا يعني هي مخصصة للصغار كمان، يعني بيقدروا الكبار طبعا يعملوها او ياكلوها، بس انها هي للصغار. نخفقهم لفترة يعني شي 5 دقائق. رح احط لهم نص كمية الزيت المكتوبة عندكم، أنا لأني صرت أعرف على النظر. أوكي. هلأ الطحين رح أحط عليه البيكنج باودر، ورح أحط عليه البيكنج صودا ورشة ملح صغيرة، ورح أنزلهم على البيض. هيهم حلو. وكمان الحليب. هي كتير بسيطة، هي وصفة من أبسط وصفات الكيك، مع إنها كتير بتطلع ناجحة وكتير زاكية، بس هي من أبسط وصفات الكيك، ومشان هيك هي مناسبة حتى تعملوها مع أولادكم الصراحة. صح، حلو إنك تدخلي الأولاد على المطبخ. خليهم يساعدوا وعم بتطعميهم إشي مفيد. بالضبط، منو بتشجعيهم كمان إنهم ياكلوا الإشي، يعني هاي في كتير أطفال. صح. يعني كتير بيكي بالأكل وانتقائيين، هذا بحبه وهذا ما بحبه، وهيك لما بتدخليهم معك على المطبخ بصيروا يتقبلوا أكثر، وبصير ياخذوا إشي مفيد اللي هو البيض، السكر. السكر لا، سكر لا، يعني بيض. بس نتحكم بكمية السكر. هذا الحلو. هلا أنتوا بدكم تخفقوها حوالي 10 دقائق. أوكي. بس تخلصوا، هذا هو السبرينكلز او حبيبات السكر الملونه عاده اللي بيحبوها صغار. راح احطها على الكيك، بس ما راح اخفقها بهذا، راح اخفقها بايدي. راح احركها بايدي لانه ما بدي اياها انها تبدا من هلا تذوب. راح احط هون كميه وبعدين راح احركهم بايدي، راح احطها بقالب الكيك، تقعد بالفرن على حراره 180 تقريبا، بين 30 ل 35 دقيقه. بده يكون القالب طبعا مدهون. اوكي. هلا انا احنا اليوم عملناهم كب كيك. اليوم عملتهم كب كيكس. نعم. أوكي. هلا راح تعطيني اياهم بليز لو سمحتي، او اقول لك. لا لا بالعكس، شكلهم كثير حلو. هي ها يلا. سلام. رح يطلعوا عندكم بهاي الطريقة. اوكي، بدك تزيني لنا اياهم. هلا بنزينهم. انا استعملت الكريمة الخفق العادية. اوكي. هاي ها. حلو. وبعدين رح تحطي عليهم السبرينكلز، صح؟ اوكي.